مساء الخير على كل متابعي مشاهدي ابو كبير ميديا، معاكم رجينا فتح الله من امام مسجد عمر مكرم. نتابع مع حضراتكم يعني تفاصيل عزاء والده الفنان احمد مهران. طبعا هي توفت منذ 3 ايام بعد صراع طويل مع المرض. كان الفنان احمد مهران نزل على صفحته الشخصيه على الفيسبوك يعني بوست فيما معناه انه يعني والدته توفت وهيتم تشييع جثمانها من مسجد السيده نفيسه، والنهارده هيتم يعني العزاء عليها من يعني من مسجد عمر مكرم. طبعا منذ قليل كان بدأ عزاء والدة الفنان احمد هارون بمسجد عمر مكرم هنا في التحرير، وطبعا كانت توفت يوم الاربعاء اللي فات، وبسبب يعني كانت بتعاني من مرض شديد، وكانت يعني في صراع دائم مع المرض في الفترة الأخيرة. طبعا يعني حدود هنا حضر منذ قليل عدد من اقاربه داخل مسجد عمر مكرم، واحمد هارون كان قال في اخر لقاء لي احمد طبعا كان نجل القيادي الهجري ده اللي كان جسده في اخر اعماله. طبعا زي ما حضراتكم بتشاهدوا معانا عدد من اقاربه وعدد من الفنانين اللي جايين طبعا لقضاء او لاداء واجب العزاء على روح والدة الفنان احمد هارون. طبعا يعني حالة من الحزن والأسى اللي تظهر على وجه الفنان أحمد هارون بسبب يعني المعاناة والفرع الشديد اللي كانت بتعانيه والدته في الفترة الأخيرة في المستشفى، وده اللي أدى يعني إلى وفاتها. كان أضاف في تصريحات صحفية ليه إن هو الفترة الأخيرة اعتزل عن الفن وتغيب عن الساحة الفنية، وكان آخر أعماله في 2018، وكان تحدث في تصريحات صحفية إنه مفيش يعني أعمال يعني هو شايفها إن هي قيمة علشان مثلا يبدأ التمثيل فيها، ولكن هو يعني حاليا الفترة الحالية في اعتزال للفن، ولكن لو يعني جه ورق أو تقدم له أعمال درامية أو أعمال فنية ذو قيمة هيبدأ يعني في خوض تجربة جديدة. طبعا منذ قليل بدأ عزاء والدة الفنان أحمد هارون بمسجد عمر، اللي طبعا كانت توفت يوم الأربعاء بعد صراع طويل مع المرض، ودلوقتي يعني ابنها الفنان أحمد هارون بتلقى العزاء بحضور عدد من أقاربه وبعض أصدقائه وبعض من الفنانين يعني زملائه. طبعا حالة من الحزن بتظهر على وجه الفنان أحمد هارون في عزاء والدته. طبعا الفنان كان يعني صرح وكشف على صفحته الرسميه على الفيسبوك موعد ومكان عزاء والدته اللي توفت بعد صراع طويل مع المرض، وكان كتب على صفحته على الفيسبوك عزاء والدتي يوم الاحد في مسجد عمر مكرم، واعلن عن سبب وفاه والدته ان هي كانت في صراع مع المرض، واعلن عن موقع تشييع الجنازه بعد صلاه الظهر كان من مسجد السيده نفيسه، ودلوقتي بيتم اخذ واجب العزاء من مسجد عمر مكرم. طبعا اخر اعمال الفنان احمد هارون كان مسلسل طن حياه 2017 وفيلم يعني قلب اسود اللي عرض في 2018، واختفى من بعضها لفتره طويله من الساحه الفنيه. هو كان يعني صرح في تصريحات صحفيه انه اخر بطوله مطلقه لاحمد هارون كان في فيلم فرح مع الفنانه مي عز الدين والطفله نور احسان، وكانت من اخراج اكرم فريد. كان تحدثنا عنه على انه يعني هو دلوقتي معتزل الساحه الفنيه، لكن لو يعني واخد قسط من الراحه لعدم وجود يعني اعمال قيمه اللي ياخدها مره اخرى، لكن لو عرض عليه بعض الاعمال القويه هيبدا في تنفيذها. طبعا دلوقتي زي ما حضراتكم بتتابعوا معانا حضور بعض اقاربه واصدقائه من بعض من الفنانين لتأدية واجب العزاء على والدته. أعدنا
طبعا منذ وقت قليل ليس ببعيد بدات التعازي على وفاه والده الفنان احمد هارون داخل مسجد عمر المكرم هنا بالتحديد. طبعا هي توفت الاربع الماضي، وكان بيتلقى هارون التعازي من حضور عدد من افراد